أخطر بيت في هذه القصيدة هو هذا البيت. أقرأ بيتا قبله كي تعرفوا المذاق العام في القصيدة، وأذهب إلى أخطر بيت في القصيدة. وأنا ما قرأته حينما قرأت القصيدة في برامجي، هذه أول مرة أقرأ هذا البيت. كارثة على مسؤولية عبد الحسين أبو شبع، وليس على مسؤوليتي، أنا ناقل فقط. أقرأ بيتا كي تعرفوا مذاق الشاعر في القصيدة. يخاطب محسن الحكيم: أريد أحكي بقلم وياك معوج، هذا حق يا بن طرقة البابوج. البابوج نوع من أنواع النعلان التركية، إنه رخيص الثمن، يلبسه الفقراء، يصنع من القماش ومن أشياء أخرى. الطرقة هي الطية، طية النعل، وهذه شتيمة مشهورة في النجف. النجفيون قد يشتم بعضهم بعضا فيقول له يا ابن الطرقة، هي هذه الطرقة. أريد أحكي بقلم وياك معوج، هذا حق يا ابن طرقة البابوج، تضرب برتقال ولحم فروج، ولف مسلم يعيش على القداية. يا آية الله، شلون آية؟ هذا البيت الذي سأقرأه بيت خطير، إنه يتهم محسن الحكيم بأنه كان مأبونا في صباه في صغره. أنا لا شأن لي بهذا المضمون، لا أثبته ولا أنفيه، لكن لابد أن تعرفوا من أن الحكيميين حينما نظم عبد الحسين أبو شبع القصيدة عرضوا عليه الكثير في أن ينفي هذه القصيدة، في أن يقوم بإعدامها، فرفض. وكان يقرأها في مقهى الشعراء، هذه مقهى أكثر روادها وأكثر الحضار فيها من شعراء النجف، في شارع الرسول، وكانت تقع قريبا من حرم الأمير صلوات الله وسلامه عليه. وكان الشعراء يطلبون منه إعادة الأبيات القوية. الحكيميون قالوا له على الأقل احذف هذا البيت، يقولون هكذا كان يقول، هذا هو بيت القصيد. وبيت القصيد في القصيدة هذا شيء يعرفه الشعراء والأدباء، هو قلب القصيدة. بيت القصيد في القصيدة هو قلبها، هكذا يقول لمحسن الحكيم عبد الحسين أبو شبع، إنه شاعر النجف. إلك يوم الجهل، يوم الجهل يعني في الصغر، إلك يوم الجهل شاهد ومشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود. أغا ليكون تنسى حجي عبود، يوم الطمسة وسط الدواية. الدواية يعني الدوات، والقلم يطمس فيها، يدخل فيها حسشة، لكن المعنى واضح. الحسشة في الثقافة الشعبية العراقية يعني البلاغة الأدبية، ولكن في اللهجة الشعبية، هذه هي الحسشة. الحسشة هي البلاغة الأدبية ولكن في اللهجة الشعبية. لك يوم الجهل شاهد ومشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود. أغليكون تنسى حجي عبود، يوم الطمسة وسط الدواية. يا آية الله، شلون آية؟ هذا كلام عبد الحسين أبو شبع، ما هو كلامي، وأنا لا أصدر حكما هنا، لا أنفي ولا أثبت، أنا أنقل لكم الحقائق والأمر راجع إليكم، أنتم حكموا عقولكم. قد يكون عبد الحسين أبو شبع كاذبا، قد يكون صادقا، قد يكون شيئا آخر، لكن عبد الحسين أبو شبع كان يصر على إبقاء هذا البيت. وحينما كان يقرأ القصيدة في مقهى الشعراء، قطعا في جلسة خاصة فيما بينه وبين زملائه في جانب من المقهى، ترتفع أصوات المستمعين من الشعراء النجفيين بالمطالبة بإعادة قراءة هذا البيت. أقرأه عليكم مرة أخرى، فهذه هي شهادة عبد الحسين أبو شبع مما قرأته في مقدمة القصيدة، من ذكره لمجموعة اللواطين الذين كانوا مافيا عند محمد رضا الحكيم، الذي
يعتمد عليه محسن الحكيم في تمشية شؤون مرجعيته، شؤون العلاقات العامة. فكيف يدير شؤون العلاقات العامة محمد رضا الحكيم عبر هادي كرماشة وحسين عجمي وعباية وحديد إلى بقية القائمة من اللوطيين والمخنثين وباعة الخمر والقوادين. وهذا هو آخر القصيدة إلك يوم الجهل شاهد ومشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود، أغليكون تنسى حج عبود يوم الطمسة وسط الدواية، يا آية الله شلون آية. فضائح فضائح هم أجبروني عليها، هم أجبروني عليها، فضائح هم أجبروني عليها، الواقع الشيعي أجبرني على هذا.